شخص لي هو انتروفيرت ومحشومي، كيفاش كانت كتجربة فور اكزامبل؟ بالنسبة لي أنا يا راه ما كانتش سهلة، راه it took me years باش أنني تو شيفت من ذاك الإنسانة اللي هي كتحشم، ما تقدرش تهضر قدام شي حد، يعني ماشي ما تقدرش تهضر كعادي، لا كنهضروا على نيفو مبين. بروفيشنال، فهمتي؟ تجلس قدام شي حد وتشرح له، لأنه خاصنا نعرفوا بي تو بي راه كتمشي عند الشركه، وكنظن حتى النساء اللي هما عندهم برودكتس ولا سيرفيسز اللي غادي يكونوا كيبغيو يبيعوا للشركات غادي يكونوا تيدوزوا من نفس الشيء، كيخصك تمشي عند الشركه تجلس قدام مجموعه ديال الناس تبريزونتي البرودكت او السيرفيس ديالك، تحاول تقنعهم تعطي البوزيتيف غادي نقولوا سايد ديال البرودكت ديالك، واخا انت عارف بانه كاين فيه شي حاجه ماشي هي مش هذيك ديفوت. تكون مقتنع به. دونك هذا الشيء ماشي سهل باش انك بين ليله وضحاها تولي كديرو وتولي كتقدر توقف بكل ثقه وتهضر على البرودوي ديالك وتقنع الناس باش انهم يشريو من عندك. وحاجه اخرى اللي هي مهمه هي يعني في البيع كلنا كنتفقوا على انه building relationships مع الناس is the most important thing، هي اهم حاجه، لانه الا ما كنتيش كتعرف تبني علاقات مع الناس عندك مشكل اللي تيبلوكيك اللي تيخليك ما واخا شنو ما كان، واخا البرودكت ديالك يكون بايع راسو ما تقدرش تبيعه. هاد القضيه هادي ديال انك تبني علاقات هادي شي حاجه اللي كيخصك تخدم عليها من الاول ديالك، يعني واخا تكون انت انسان حشومي واخا تكون ما تعرفش تهضر واخا شنو ما كان، you have to learn، خاصك ضروري ضروري. تتعلم. وهنا غادي نرجعوا لواحد النقطه مهمه اللي هي invest in yourself، استثمروا في نفسكم، ماشي دخل ودير بيزنس ودير مشروع وتبقى تتسنى انه داكشي غادي تتعلمه غير هكذاك، راه كاين الاكسبيرينس في ارض الواقع اللي كتعلمك بزاف ديال ديال الحوايج الحوايج، ضروري. الاحتكاك مع الكلاينت اللي كيعلمك بزاف ديال الحوايج، وكاين كذلك انني كندير واحد البودجي وكنبدا نستثمر في راسي، كنخلص على راسي، كندير دي هاد فورماسيون.